هذا مو تلت، وين حطوه؟ كيف يمكن لأطفالنا التخلص من ظاهرة التأتأة؟ خديا هيتا سا تا خديا الطفل كيدير له بلاصة خاصة بارابور لخوته، هو يحس بالنقص. ما هي علاقتها بالجانب النفسي والمحيط الاجتماعي حسب المختصين؟ كنشوفوا عالميا الأطفال اللي عندهم تأتأة ما يسلكوش من الأطفال في المدرسة. بصح كي يهضر مع واحد غريب عليه، واحد شخص ما يعرفوش، ولا هنا اللي تجيه تأتأة. واش جات لك تأتأة؟ ما هي أبرز أسبابها وطرق العلاج منها؟ يعني مع الطفل يتعلم مهارات الكلام تقدر تختفيها التأتأة. ما يقدرش يشوفها لا أستاذ لا طبيب، يعني يجي يدير تلقيح أو غير هاد المختصين في أورتوفونيا. الحروف اللي يصيب فيها يلقى فيها صعوبة هي الحروف الحلاقية كما الغا ولا الكا ولا القا. قبل ما نهضروا على هاد لو تخوف يلفو دابور إليمي إس كي أن تخوما ولا دي بروبليم سيكولوجيك اللي خلاو هاد التأتأة تظهر. صارت له خطرة كان نفس ما في عمرك شوفت نخلع. تشاهدون هذا في روبورتاج تأتأة الطفولة، أسباب الظاهرة والعلاج في الأوقات التالية.